السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من الانتفاضة العربية. نتابع اليوم في هذه الحلقة المشهد التركي، حيث تبنت الجمهورية التركية منذ تأسيسها مبدأ سلام في الوطن سلام في العالم. تركيا بنظامها السياسي الديمقراطي العلماني واقتصادها الديناميكي وتقاليدها الاجتماعية التي توافق بين هويتها الثقافية ومواكبة العصر تنتهج سياسة خارجية سلمية وواقعية ومتزنة تستهدف الأمن والاستقرار في منطقتها وحول العالم. ومن هذا المبدأ أفرزت تركيا سياسة صفر مشاكل التي تهدف إلى خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالسلام والرخاء والاستقرار ومبني على التعاون وتطوير الطاقة البشرية سواء في تركيا أو في الدول المجاورة لها أو في المناطق الأخرى. إلا أن مراقبين يرون أن العلاقات الدولية التي تستند إلى المصالح تعد السبب الكامن وراء التقلبات التي تطرأ على السياسة الخارجية للدول، فالدول ووفقا للتطورات الإقليمية أو العالمية تستطيع إجراء تغييرات على سياساتها، وقد تصل تلك التغييرات إلى حد قطع العلاقات مع بعض الدول التي ترتبط معها بعلاقات جيدة. وفي ضوء التغييرات التي تشهدها العلاقات الدولية لا يمكن اعتبار المبدئية والمثالية نبراسا يحتذى به في رسم خارطة العلاقات، لأن لغة المصالح هي الحقيقة المهمة في ساحة العلاقات الدولية، وبالتالي فإن لغة المصالح تهيمن عموما على توجهات السياسة في العلاقات الدولية. تتحرك دوائر السياسة الخارجية التركية في محاور عدة، ومع تأزم المواقف وتطور الأحداث على الصعيدين الدولي والإقليمي بات من الأهمية بمكان التعرف على الأدوار وحركة دوائر السياسة الخارجية التركية، خاصة في ظل الأزمات المتجددة وخاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو الماضي، وهي الأزمات التي تشتبك فيها أنقرة بقوة في الوقت الراهن. ونحاول تتبع مسار ودوائر حركة السياسة الخارجية التركية في المحيط الإقليمي والدولي بناء على هذه الصراعات الإقليمية والدولية. للحديث في هذا الموضوع مشاهدينا أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، السيد أمجد ناصر الكاتب والصحفي، مرحبا بك أستاذ أمجد. كما أرحب بالدكتور أديب زيادة الأكاديمي والمتخصص في السياسة الخارجية الأوروبية، مرحبا بك دكتور أديب. يعني لو بدأت معك أستاذ أمجد ناصر، السياسة الخارجية التركية التي بنيت منذ تأسيس تركيا الحديثة على مبدأ سلام في الوطن سلام في العالم، هل ما زال هذه السياسة قابلة للحياة في هذا الزمن اليوم؟ طبعا يعني هذا الشعار يعني ربما يلحظ ما ترغب به الدول أو الشعوب أو حتى القوى السياسية، ولكن ليس غالبا ما يتطابق الشعار مع الواقع. الشعار دائما هو مثالي، هو ما تصبو إليه، لكن الواقع لا يبلغ أبدا درجة المثال. يعني الواقع أن تعمل في الواقع حتى تطور لتصل إلى درجة يعني مقبولة من الأخلاقيات السياسية والأفكار السياسية التي أنت تحملها، ولكن نادرا ما رأينا تطابقا تاما بين الشعار وبين الممارسة السياسية. ولكن مع ذلك يعني هذا الشعار علينا أن نتذكر أنه جاء بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، الخلافة العثمانية أيضا في وصف آخر، وهزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، ثم احتلال أجزاء واسعة من الأراضي التركية نفسها، وليست الأملاك أو الممتلكات يعني أقول التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية أو للسلطنة العثمانية. نحن نتحدث عن قلب تركيا، عن أناضول نفسها. فخاضت تركيا حرب تحريرا وطنية بقيادة أتاتورك، وهنا يستغرب كثير من ربما العرب والذين لا يعرفون تركيا جيدا إنه لما هذا التقدير الذي يبلغ درجة التقديس لأتاتورك في الوجدان الجمعي التركي. أتاتورك نحن لا نعرف كثيرا، ولكن الأتراك يعرفون أنه هو الذي
يعني لما شتات ما تبقى من الخلافة أو السلطنة العثمانية ومن بقايا جيشها شكل الجيش الوطني التركي وأعلن الجمهورية، ومن ثم أعلن حرب الاستقلال واستعاد طبعا السيطرة على الأراضي التي تسمى تركيا الآن، والتي كانت محتلة من قبل قوى أوروبية على رأسها اليونان. إذن هو جاء بعد سلسلة من الحروب وسلسلة من الانخراط في العالم الخارجي، وربما عكس محاولة لبناء الذات ومحاولة للتركيز على الذات التي كانت تنتقل فعليا من عالم إلى آخر، من العالم العثماني، عالم السلطنة، عالم الإسلامي الذي تسود ثقافات وأعراف ذات طبيعة تاريخية مرتبطة بالإسلام، حتى أن اللغة نفسها كانت التركية مكتوبة بالحرف العربي، إلى عالم يعني يقترب ويحاول أن يحذو أوروبا بتغيير الحرف التركي العربي إلى التبني الحرف اللاتيني. وهذا يعكس ليس فقط تغيير شكل حرف أو حرف، ولكنه يعكس توجها ويعكس رغبة كانت لدى تركيا في أن تغادر العالم الشرقي وعالم وماضيها وأن تنخرط في عالم جديد. طيب دكتور أديب زيادة، يعني هذا الشعار الذي يقوم على يعني على أخلاقيات أو مبادئ، إلى أي مدى يتطابق مع التوجهات التركية في الماضي؟ نتحدث بعد انهيار الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية وقيام تركيا الحديثة، تركيا توجهت غربا نحو أوروبا، نحو محاولة أن تكون جزءا من أوروبا، وتوجهت نحو حلف شمال الأطلسي. إلى أي حد هناك توافق بين هذا المبدأ وبين التوجهات السياسية في ذلك الوقت؟ ربما لا أكون ميال كثير للدخول في عمق التاريخ في الحديث عن ربط هذه المسألة بالتاريخ، وأميل إلى الحديث في القضايا السياسية المعاصرة أكثر، لكن تعريجا على الموضوع هذا، نحن نعلم أنه سيادة المدرسة المثالية في العلوم السياسية سادت ما بعد الحرب العالمية الأولى، وهي مرحلة تشكل الدولة التركية الحديثة، ومنطوق هذه المدرسة في العلوم السياسية تقوم على فكرة التعاون مع الآخر لخدمة الكل. تعاون مع الآخر لخدمة الكل، أنا تعاون معك وتتعاون معي، نبني جسور من التفاهم لنفيد الكل في النهاية، أنا أستفيد وأنت تستفيد. لكن هذا المنظور المثال بين قوسين، المدرسة المثالية في العلوم السياسية لم تدم طويلا في سيادتها للمشهد الأكاديمي ربما، والذي حاول أن يرخي بظلاله على الوقائع السياسية ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. اصطدمت هذه المدرسة بحجر الحرب العالمية الثانية أو بالقنبلة النووية التي صاحبت الحرب العالمية الثانية، وفجرت منطوق آخر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يقوم على فكرة الواقعية السياسية، بمعنى المدرسة الواقعية التي تقوم على فكرة توازن القوى ومصلحة ذاتية ومصلحة الدولة، وأهم شيء تقوم عليه الدولة ينبغي أن يكون مركزا على فكرة تحقيق المصلحة بغض النظر عن المصالح المتعلقة في الدول أو المنظومات الأخرى. لذلك رأينا تحالفات وتكتلات تمظهرت عبر تشكل معسكرات، معسكر الاشتراك والمعسكر الرأسمالي والناتو ومقابل وارسو وهلم جرا. هذا يسوقنا ربما للحديث عن فكرة المنطوق، الشعار الذي تحدثت عنه في المرحلة الحديث وعلاقته بالسياسة التركية الحديثة. أرى بأنه السلام في الوطن، السلام في الخارج، هذا ليس مرتبطا ببعضه، بمعنى أنه ليس مشروطا، بمعنى إن حققنا سلاما في الوطن وهذا طموح ينبغي أن يكون طموح كل أحزاب السياسية وكل الدول، لكنه ليس مرتبطا بالضرورة أن يكون هناك انعكاس لسلام في الخارج. نحن نعلم أنه العلاقات مع الخارج تقوم على 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 أسس مختلفة. عندما جاء حزب العدالة والتنمية ربما في 2002 كان يقوم بالفعل متبنيا بالكامل لمنطوق فكرة المدرسة المثالية في السياسة، بمعنى أنه نقيم جسر من التعاون، نصفر المشاكل مع المحيط، نصفر المشاكل حتى داخليا لنبني ونعمر ونبني إمبراطوريتنا الحديثة. لكن نحن نعلم أنه حزب العدالة والتنمية
لم يطل به المقام حتى يكتشف أنه الركون بالكامل على فكرة المثالية في العلاقات الدولية ليس هو الأمثل، وإنما ينبغي أن يكون هناك في بين قوسين الخبث في السياسة، وينبغي أن يكون المصلحة الذاتية ومصلحة الحزب ومصلحة ربما الدولة ومصلحة القوم هي أيضا مقدمة عندما تصطدم بمصالح أطراف أخرى في المحيط الخارجي. ربما نتحدث بعمق عن المسألة هاي في 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 محاور أخرى ربما نغطيها. سنأتي عليها فيما بعد، نحن نوطئ الآن فقط للتغيرات التي تحدث الآن في السياسة الخارجية التركية. سيد أمجد ناصر، يعني تحدثت أنه وكأنه تركيا في بعد الحرب العالمية الأولى وكأنها بدأت تدير ظهرها للشرق وتتجه نحو الغرب أكثر، يعني إلى أي مدى هذا فيه نوع من السلام بالفعل؟ إلى أي مدى فيه نوع من تصفير المشاكل التي اعتمدتها تركيا فيما بعد؟ طبعا يعني هو في تلك الفترة يعني ما بعد الحرب قامت يعني بدأ يتشكل عالمان في عالمنا السياسي والواقعي. العالم الذي كان لا يزال يتكون هو العالم الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي آنذاك، لا تزال الكتلة الاشتراكية لم تنضم إليه بعد أو لم تتكون بعد، والقوى الخارجة من الحرب العالمية الأولى طبعا محطمة ومتصارعة ومحاولة أن تقتسم يعني ممتلكات بعضها البعض. هناك صعود، هناك تقريبا بدء أفول الأمبراطورية بمعناها بشكلها القديم وبروز شكل آخر من الأمبراطورية الرأسمالية، نتحدث عن الغرب ألا هي أمريكا. يعني الحرب العالمية الثانية تقريبا وصولا إلى 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 قناة السويس، إلى يعني معركة قناة السويس العدوان الثلاثي، انتهت الإمبراطورية التي نعرفها بشكلها الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عن أملاكها الشمس. وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، هنا يعني دخل إلى الساحة الغربية هو العامل الأمريكي الذي بدأ يشكل يعني تحالفات، وبدأ له تكون له الكلمة الأقوى، لأنه اقتصاد لم يدمر، اقتصاد لم يحارب، بلد بعيد يعني عن المعارك المباشرة انخرط فيها بالتأكيد، ولكنه قطف ثمار أساسية بمعنى أنه سيطر بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه أنقذها لأوروبا الغربية من هتلر وهو سيطر عليها ودول أخرى. فإذا وهنا بدأت تتشكل الحرب الباردة الحقيقة. الحرب الباردة حصلت بعد الحرب العالمية الثانية وتبلور العالمين، العالم ما يسمى بالعالم الاشتراكي آنذاك بقيادة الاتحاد السوفيتي، ومن ثم العالم الغربي الذي بدأ أيضا يعني ينفرز على شكل أحلاف، حلف وارسو من جهة ضد الطبيعة الاشتراكية وحلف الأطلنطي أو الحلف الأطلسي، وطبعا أحلاف صغيرة مثل حلف كان يراد أن يقام حلف إقليمي يعني ممتد أو قريب أو حليف الحلف الأطلسي هو حلف بغداد الذي لم تقم له قائمة بسبب مناهضة العرب مباشرة أو أساسا له، وكانت دول عدم الانحياز ثم بدأت دول عدم الانحياز التي هي يعني أقرب امتدادا وفكرا وواقعيا على مستوى السياسة وكذا إلى الكتلة الاشتراكية، منها إلى العالم الغربي. فالخيار التركي هنا كان خيار الانضواء والعمل مع العالم الغربي الذي يتشكل، باعتبار أن أيضا أتاتورك كانت يعني لديه في برنامجه الاقتصادي يعني كان أقرب هو إلى الليبرالية والرأسمالية، ولم يكن يحمل أفكار يعني صحيح كان وطنيا على المستوى التركي وقومي النزعة وكذا، ولكن على المستوى الاقتصادي هو كان يتبنى السوق وتبنى المفاهيم الرأسمالية، فبطبيعة الحال كان أقرب إليه الحلف الأطلسي. طبعا فضلا عن وجود التركية الحاسم بالنسبة للحلف الأطلسي آنذاك التي وهي على أبواب الاتحاد السوفيتي، وعلاقة تركيا بالأعراق التركية التي هي كانت تشكل جمهوريات في الاتحاد السوفيتي، بل تشكل أيضا بعض ملامح روسيا نفسها الفيدرالية. طيب دكتور أديب زيادة، يعني هذا المبدأ ومن ثم مبدأ صفر مشاكل اليوم بدأ وكأنه مع الزمن وكأنه هذه المبادئ كانت يعني أكثر خيالية، تركيا
وقفت عشرات السنين على أبواب أوروبا ورفضتها أوروبا في أول اختبار تركيا العضو البارز في حلف شمال الأطلسي، وإذا بدأ وكأن حلف شمال الأطلسي يتخلى عنها، الحلفاء يتخلون عنها. هل كان الخطأ في المواقف أو في السياسات أو في التوجهات التركية، أم أن هناك شيء آخر أدى إلى رفض تركيا؟ لا، هو في الحقيقة لا يمكن فصل مبدأ التعاون وبناء العلاقات عن حتى المصلحة الذاتية، بمعنى لا يمكن فصل المثالية أحيانا عن الواقعية والبحث عن المصلحة الذاتية. ما يتعلق بالمسألة الاتحاد الأوروبي والغرب والعلاقة مع تركيا، هذا شيء مختلف ربما، ويمكن دراسته في إطار الهويات. المدرسة البنائية ربما تجيبنا على عن كثير فيما يتعلق بهذه المسألة. الغرب لا يخفي بأنه يتحدث عن الاتحاد الأوروبي كنادي للمسيحيين فقط، وليس مفتوحا لكل من هب ودب، لا سيما عندما يتحدث الاتحاد الأوروبي عن عدد سكان ربما يصل 500 مليون. إذا أصبحت تركيا جزءا منه، فستحتل على الأقل خمس السكان في داخل الاتحاد الأوروبي، سيكون لها حظوة كبيرة. ولا أعتقد أنه في فرصة أساسا لأن يكون هذا أمر واقعا. نحن نعلم بأنه قبل فترة كاميرون في أثناء حديثه فيما يتعلق بالاستفتاء الأخير أعطى تصريحات متعلقة بأنه في سنة 3000 يتحدث بسخرية عن فكرة أنه عندما سئل عن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تحدث عن بعد 1000 سنة ممكن أنه يكون في طموح لتركيا تدخل في هذا النادي. ونحن نسمع في فرنسا، في ألمانيا، في أصوات في إيطاليا، أصوات في النمسا الآن تتحدث عنه هذا حصري، هو نادي حصري وليس متعلقا في كل من، لكن في هناك تبادل مصالح. يعني يعلم الغرب تماما أنه له مصلحة كبيرة في تركيا. تركيا تشكل الجبهة الشرقية لأوروبا أمام الاتحاد السوفيتي سابقا، وأمام روسيا الاتحادية حاليا، وأمام ربما النزوات ما بين قوسين، النزوات السياسية والمصلحية القومية التي تعبر عن ذاتها الآن بشكل شرس من قبل روسيا. لا يمكن لأوروبا أن تتغاضى عن حليف كبير زي تركيا، يقف على مساحة كبيرة أيضا، ويمسك بمفاصل ما بين قارتين أساسيتين اللي هي أوروبا وآسيا، لا يمكن له أن يفرط بها بهذه السهولة. لذلك ويبقي على حبال ود وحبال تعاون مع تركيا. ولا أرى أن هناك فرصة للاتحاد الأوروبي أن يستغني عن هاي العلاقات، ولا في المقابل ربما لتركيا أن تستغني عن هذه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لأن هناك مصالح حقيقية لتركيا في الاتحاد الأوروبي في الغرب لا يمكن الاستغناء عنها بتاتا. نعم. طيب، دعونا نشرك معنا في هذا الحوار السيد مصطفى أوزجان، الكاتب والباحث التركي، ينضم إلي من اسطنبول. أرحب بك سيد مصطفى أوزجان. إذا كانت لا يمكن لتركيا أن تتخلى عن الاتحاد الأوروبي أو الغرب عموما، ولا يمكن لأوروبا والغرب أن يتخلى عن تركيا، إذا ما هي ملامح التغيرات؟ نحن نشهد هذه الأيام وكأن هناك استدارة تركيا في سياساتها وفي تحالفاتها وفي استراتيجيتها الخارجية. ما هي ملامح هذه الاستدارة التركية؟ طبعا إن أمكنت انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أم لم تتمكن تركيا من انضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هناك حقيقة هناك قارة أوروبية فيها دول كثيرة، وتركيا يعني مضطرة أن تتعامل مع هذه الدول مصلحتيا ويعني بكل الأشكال. إذن يعني تركيا إن انضمت أو لم تنضم طبعا تتعامل مع الاتحاد الأوروبي أو دول يعني الموجودة في الاتحاد الأوروبي في القارة الأوروبية، ليس كل الدول في أوروبا منضم للاتحاد الأوروبي. إذا يعني لا بد أن يكون هناك علاقات قائمة متوازنة متساوية بين الجانبين، ولكن ليس هذه العلاقات متساوية، والدول الأوروبية فقط تريد من تركيا الرسوف في ميناء أوروبا، ليس دخول إلى أوروبا. لماذا؟ هناك طبعا دوافع أيديولوجية ربما على أساس في كتاب Out of Control لبرازنسكي، يقول لكي يبقى العالم العربي والإسلامي مجزأ لابد إرساء تركيا في ميناء، رسوخ تركيا في ميناء الاتحاد الأوروبي أو في الغرب، حتى لا تنتقل تركيا بكل قوتها
وثقتها إلى العالم العربي والإسلامي. لذلك هم يريدون أن تبقى تركيا فقط في إطار الاتحاد الأوروبي، ولكن دخول فيها هناك مشاكل، لأن عدد السكان تركيا كبيرة ومشاكلها، ويعني ليس المشاكل فقط، وأيضا بكل أشكالها دولة كبيرة جدا مثل روسيا ولو أقل من روسيا. هل تستطيع الدول أو هل يستطيع دول الاتحاد الأوروبي ضم روسيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ هذا يعني مستحيل. لذلك ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يبقى مشكلة بالنسبة للأوروبيين، ولكن هم يريدون أن تكون اتجاه تركيا فقط في الغرب، يعني لا تتجه تركيا شرقا، ولكن دائما ان يعني تبقى متجها للغرب. هذا هو السيناريو او الاطار الذين يبقون فيها تركيا. طيب، يعني التوجهات الجديدة اليوم، نحن نشهد هذه التحولات التركية في السياسة الخارجية، هذه التوجهات الجديدة السياسية التركية يعني يراها المسؤولون الأتراك كضرورة واستجابة لضرورات التغيرات في المنطقة والإقليم والتي فرضتها التطورات المنطقة، ولكن السؤال بين يعني منطق أو سياسة المبادئ والسياسة الأخلاقية والسياسة الإنسانية التي تبعتها تركيا على الأقل في الإقليم تجاه سوريا مثلا، تجاه العراق، تجاه اليمن، ليبيا وغيرها، وما بين يعني حماية المصالح القومية والأمن القومي التركي، أين تقف تركيا اليوم؟ طبعا تركيا مترددة أصلا في الآونات الأخيرة، لأن تركيا أرادت أن تتحول سوريا إلى الديمقراطية والتعددية وما إلى ذلك، وبعد الربيع العربي طبعا تركيا تضامن مع دول الربيع العربي من ليبيا إلى سوريا وغيرها، ولكن هناك إرادة، يعني هناك صراع الإرادات، إرادة طرف ثاني محور إيران روسيا حتى الدول الغربية، مع أن الدول الغربية يعني كأنها تؤيد المعسكر الذي تركيا يوجد فيه، ولكن في الحقيقة لا يؤيد. بدلا من ذلك يماطل الدول الغربية المعسكر المؤيد من قبل تركيا، طبعا ممثل من قبل سعودية قطر وغيرها. إذا هذا المعسكر أصبح ضعيفا حقيقة في الآونات الأخيرة، لأن هناك مشاكل عديدة في اليمن، السعودية وغيرها منغمسة في قضية اليمن، دول خليجية، تركيا منفردة، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا خدعت تركيا، ليس خدعت تركيا فقط، الشعب السوري بذمتها خدعت وغير ذلك. لذلك هناك تعديل في سياسة تركيا البراغماتية الواقعية كما يقال، ولكن لابد الحفاظ على المثالية على الأخلاق والمبادئ. لذلك لابد أن يكون هناك يعني توازن في مصالح تركيا، وأيضا المبادئ الأخلاقية والمبادئ لابد أن تكون هناك توازنات. أعتقد أن تركيا يعني تريد لمقدورها أن توازن هذه العلاقات. لذلك مثلا على سبيل المثال تحدث رئيس الوزراء الجديد بن علي الكرم، قال نحن نستهدف في سوريا ثلاثة أشياء، ألا طبعا تنقسم سوريا إلى دويلات، يعني لا تكون هناك تشرذم في سوريا. ثانيا ألا يكون هناك كما ذكرنا دويلات، والثالث ألا تقوم سوريا الطائفية طائفة معينة. اليوم طائفة معينة موجودة، يعني إن شئنا غبينا هي الطائفة المسلمية هي التي تتحكم في مقاليد الأمور في تركيا، هذا مربوط من قبل الشعب السوري ومربوط يعني من المشرق العربي وحتى من تركيا. لذلك يعني لابد أن تكون هناك توازنات في السياسة الجديدة أو في التعديلات تجاه طبعا المشرق العربي الشرق الأوسط برمتها، تتشكل هذه السياسة في المستقبل القريب. تركيا طبعا من جهة تتواصل مع روسيا مع إيران، ناهم
عن للتخلي عن النظام الموجود البغيض في سوريا، لأن قتل شعبه. ولكن الطرف الثاني لو كان هناك خيار كثيرة لتركيا كانت تختار خيار أيسر وأفضل، خيار الغربي. ولكن الخيار الغربي اليوم خيار ثانوي ومصاعد لروسيا في سوريا، يعني يقال ليس لديه رؤية، أو لديه رؤية أصلا رؤية غير مطابقة مع تطلعات الشعب السوري وتطلعات تركيا، تطلعات حكومة تركيا وما إلى ذلك. لذلك هناك حالة اضطرار، تركيا تتعامل مع هذه الحالة الاضطرارية في الشأن السوري الشرق الأوسط. ونتمنى طبعا أن تكون هناك يعني تحافظ على الحفاظ على المبادئ والأخلاق السياسية. نعم، أشكرك جزيلا السيد مصطفى أوزجان الكاتب والباحث التركي، كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سنواصل وإياكم في هذا النقاش حول السياسة الخارجية التركية وتحولاتها، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نحن نتحدث في هذه الحلقة حول تحولات السياسة الخارجية التركية في ظل الصراعات الإقليمية والدولية. سيد أمجد ناصر، يعني إذا هناك ظروف تفرض على الدول أن تغير من توجهاتها أو تقوم بالتفافات سياسية، يعني إلى أي مدى يعني ضعف الدعم الإقليمي الذي تحظى به تركيا ربما في السياسات الإقليمية ساهم في اندفاع تركيا نحو هذه التغيرات أو هذه الاستدارة في سياستها؟ بل لنقل ضعف الدعم الدولي أكثر من ضعف الدعم الإقليمي، لأنه الإقليم بالأساس لا، يعني لا، هناك إرادتان حقيقة يعني تعتملان في هذا الإقليم، هما الإرادة الإيرانية والإرادة التركية، لأنه للأسف ليست هناك إرادة عربية. الإرادة العربية إما أنها يعني مغيبة بالكامل أو منكفئة على شؤون أخرى. إذا على المستوى الإقليمي هناك في الواقع ثلاث إرادات كبرى، يعني نسينا إسرائيل لأنه هي أيضا الإرادة الكبيرة الفاعلة الكامنة الآن التي لا تبدو أنها ذات حراك في على الأقل، وربما هي الأهم المؤثرة على السياسة الدولية، ولكن هي من وراء ستارية كامنة الآن وتنظر تراقب المشهد وربما تساهم في هذا المشهد من وراء ستار. المهم أنه ضعف الحقيقة الدعم الدولي للموقف التركي هو الذي جعله يعني يعمل هذه الاستدارة، لأنه أولا لم يتلقى دعما من حليفه الأساسي الذي ألا وهو الحلف الأطلسي. هناك بدءا من موضوع الطلب لإيجاد منطقة عازلة في الشمال السوري لإيواء اللاجئين الذين يشكلون الآن يعني وضعا ديموغرافيا ملحوظا وربما ضاغطا على البنية التركية أو داخل يعني النسيج التركي. ثم عدم استجابة الأمريكان الذين ألحف يعني مباشرة أردوغان والطاقم الحاكم في تركيا بالحديث مع يعني سواء مع وزراء الخارجية، مع وزير الخارجية جون كيري أو قبله طبعا كانت مع هيلاري كلينتون ثم مع أوباما، والبنتاغون ولم تكن هناك أي استجابة لهذه المطالب. بل بالعكس، عكس ذلك تماما، هم لعبوا أو ربما يعني هكذا صارت الأمور ربما بدون تخطيط مسبق بالورقة الحساسة أو يعني عملوا بالقرب أو على العصب الحساس التركي، ألا وهو القضية القومية الكردية، القضية الكردية. نعم. يعني ربما الأتراك يتجاوزون عن أمور كثيرة تتعلق بالاقتصاد، قد يتجاوزون عن تحالفات وعن قضايا تتعلق بالإقليم خارجيا، وقد يغضون الطرف عن هذا وذاك، ولكنهم لا يستطيعون أن يغضوا الطرف عن 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 لغم داخلي. هذا اللغم كان دائما موجودا، مرات يعني يهمد حسب الظروف ومن ثم ومرات أخرى يتم تفعيله ويصبح على وشك الانفجار. القضية الكردية التي هي يعني قد تكون يعني ليست مهمة مثلا في سوريا من قبل والآن تبدو مهمة أو تبدو على تطفو على السطح، هي مكون أساسي في السياسة الداخلية التركية، ولا يمكن لتركيا أن تتساهل
بتحريك هذه الورقة على النحو الذي نشهده الآن. فإذا هي الانتقال الاستدارة التركية توازي أيضا الانتقال الحليف من عدم الاستجابة لطلب سياسي وإنساني يتعلق بإيجاد منطقة عازلة لإيواء النازحين، ومن ثم ربما تكون منطقة لوجستية أيضا لإمداد الداخل السوري بالمواد التموينية والإغاثة، إلى خلق بديل، إلى تفعيل اللغم الكردي في هذه المنطقة التي قد يعني ترقى في المفاهيم التركية. وربما هذا ربما أشار إليه أيضا ابن علي يلدرم، بأنه لو قام هذا الكنتون التركي وهو الآن تقريبا شبه موجود الكردي على طول الحدود التي يعني يصبو إليها، خصوصا إذا ذهب إلى جرابلس، سيكون هناك نوع من الفاصل الفعلي بين تركيا وبين عمقها العربي. سيكون هناك فاصل إثني وسياسي وجغرافي بين تركيا وبين الداخل العربي. نعم، وهذا يشكل خطورة على تركيا. دكتور أديب زيادة، ربما تركيا شعرت بأن الولايات المتحدة لديها مشروع مختلف تماما عن المشروع التركي، بل ويصطدم بالتوجهات وبالأمن القومي التركي حتى، والولايات المتحدة أصرت على الاستمرار في هذا المشروع، كانت تحتاج دائما بقضية المنطقة الآمنة بأنه فيها خطورة وتحتاج إلى إمكانيات وما إلى ذلك، وإذا بها في الحسكة وصعب تأمينها. نعم، وصعب تأمينها، وإذا هم يستطيعون في الحسكة بليلة واحدة أقامت منطقة آمنة فوق مدينة الحسكة من أجل عيون الميليشيات الكردية التي تقاتل في صفها أو في تحالفها. هذا يعني أدى ربما أو من أحد أهم الأسباب التي أدت بتركيا إلى التحول في سياساتها الخارجية. ولكن السؤال، إلى أي مدى تستطيع تركيا أن تتحول وتقيم تحالفات ومحاور جديدة في المنطقة؟ لابد من إدراك حقيقة مفادها أن الأخلاقي الوحيد الذي يتعامل مع المسألة السورية في العالم هي تركيا. الذي ينبعث من أخلاق في سياساته، والذي ينبعث من مبادئ في سياساته، والذي ينبعث من فكرة المثالية في سياساته هي تركيا. ما عدا ذلك، سواء كان متعلق في الاتحاد الأوروبي، أمريكا، روسيا، إيران، غيره، لهم مشاريعهم لا تمت إلى الأخلاق بصلة والمبادئ. هذه حقيقة لابد من تثبيتها بداية. أمريكا لها مصالح قطعا، وأمريكا لا تريد سوريا مستقرة، تريد سوريا خادمة، تريد سوريا أداة، تريد سوريا في خدمة المشروع الكلي لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط عموما. وهذا لم يخفيه الكثير من جنرالات أمريكا عندما تحدثوا، هذا قبل سنتين حتى أو ثلاثة، عندما سئلوا عن سياسة واضحة في سوريا، هل لديكم سياسة واضحة في سوريا؟ وأذكر أن هناك كان استجواب في الكونغرس الأمريكي، في لجنة من لجان الكونغرس الأمريكي، لا، وزير الدفاع آنذاك الأمريكي يسألونه بشكل مباشر، أعطونا أتحدثوا، قولوا لنا ما هي تماما مفاصل السياسة الخارجية الأمريكية في سوريا، كيف سلمتم سوريا لروسيا، هل سلمتموها طوعا، هل اتفقتم مع الروس على تسليمها، دلونا. فكان جواب آنذاك، يعني الفيديو موجود على اليوتيوب لمن أراد أن ينظر إلى مشهد وزير الدفاع ويرد على تلك الأسئلة، كان مشهد عجيب للغاية. الرجل لم يرد أبدا بشكل متزن، ولم يرد بشكل متكامل ومتسق، وإنما أبقى على الموضوع مغمغما وضبابيا ليقودنا إلى كلمة قالها يوما أحدهم، بأننا نريد سوريا مصيدة للذباب. نريد سوريا مصيدة للذباب، بمعنى أنه كل من هن في منطقة الشرق الأوسط، أولئك الذين بين قوسين لديهم فكر متطرف، والذين يريدون تفريغ ربما الشر في داخلهم بين قوسين تجاه الغرب وتجاه أمريكا وتجاه مصالح أمريكا في المنطقة، عليهم أن يفرغوها في هذه البقعة من الأرض وهي سوريا. لذلك تركيا عندما تتحدث الآن، أنا لا أقول أنها استدارة بالكامل، لا، ليست استدارة، هي محاولة لقراءة المشهد أو إعادة قراءة المشهد أو إعادة الاقتراب من المشهد بمقارنة ربما مختلفة. لحد تلك اللحظة
كانت تركيا مستند المبادئ والأخلاقيات والمثاليات في تعاملها مع المسألة السورية، ولكن من الواضح عندما تلعب وحيدا في الساحة وتنظر من خلفك وتجد كل الإقليم حولك له أجندات وأجندات مصلحية تقوم على الفكرة الابتزاز حتى لتركيا كحكومة وشعبا وإمكانات، عندما تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كيف يتعامل مع تركيا وعدها وعودات كثيرة ولم يلبي من تلك الوعودات شيء، أمريكا وعدت في المقابل كثير لتركيا أن تقوم بإسنادها ماليا ولوجستيا وما إلى ذلك في دعمها للمعارضة، ووجدت العكس تماما. لذلك تركيا ربما الآن عندما التفتت وجدت أن سياستها بين قوسين الأخلاقية المطلقة بين قوسين أيضا ارتدت على الداخل التركي على شكل انقلاب مخطط له ومدعوم ومسنود وارتدت عليها بصفر أصدقاء. صفر أصدقاء بدل صفر مشاكل، صفر أصدقاء. يعني انظر إلى المشهد، حتى دول الخليج ما فيش الحمد لله، كان ما نظرت إلى ما لم تجد أحدا إلى جانبها. روسيا من جهة أخرى معادية بالكامل. الاتحاد الأوروبي هو بين قوسين متآمر على حكومة تركيا، فوجدت ظهرها مكشوفا بسبب ربما بسبب سياستها الأخلاقية. وأنا أعزوها طبعا لأنه تركيا كان فترة من فترات لحد دخول روسيا بالكامل في المشهد السوري كان بإمكانها تلعب دورا أكبر استنادا للأخلاق، لكن عندما لم تبادر إلى تلك الخطوات التي كان ينبغي أن تبادر إليها، وفاتها القطار، أنا في اعتقادي فاتها القطار، ودخلت روسيا على الخط، ودخلت إيران بقوتها على الخط، ودخل حزب الله على الخط بقوته، ودخل التآمر الغربي بالكامل على سوريا بالكامل. تركيا الآن بحاجة إلى أن تنظر إلى داخلها، بحاجة إلى أن تنظر إلى مصالحها، بحاجة إلى أن تفكر ماليا كيف تقارب المشهد من زاوية أخرى وليست استدارة. أنا لا أعتقد أنها استدارة، هي مقاربة من زاوية أخرى. طيب دعونا نشك. معنا سيد محمود عثمان الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلي من اسطنبول. أرحب بك سيد محمود عثمان. إذن الموقف التركي الذي نتابعه من خلال تحديدا تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، والتي يحاول أحيانا وزير الخارجية التركي أن يخفف من شأنها أو يعدلها، هل نعتبرها استدارة تركية تجاه الموقف في سوريا، أم هي مثل ما تفضل دكتور أديب زيادة هي محاولة لإعادة قراءة المشهد؟ أطيب التحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن تركيا دولة إقليمية، دولة لها وزن سياسي وتلعب دورا إيجابيا في المنطقة. تريد تركيا أن تتخذ وتلعب سياسة التوازنات بين القوى الدولية الفاعلة. هناك عملية صراع في بين الدول القوى العظمى، وأيضا هناك انعكاس لهذا الصراع بين الدول الإقليمية في المنطقة الشرق الأوسط. تتجلى هذه الصراعات والتجاذبات الدولية والإقليمية على شكل حرب ساخنة في عدة مناطق منها سوريا والعراق، وبالتالي أحيانا تحتاج الدول إلى مجال للمناورة. وكما نعلم فإن تركيا سياسية منها الانتخابات التي حدثت، ثم بعد ذلك عدل الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية من تركيبته الإدارية لكي تمنح مؤسسة الرئاسة قابلية أكثر على المناورة والتحرك السياسي. مع مجيء السيد بن علي يلدرم إلى رئاسة الوزراء وقيادة حزب العدالة والتنمية أصبحت السياسة الخارجية والأمور الاستراتيجية إلى حد كبير بيد الرئاسة وبيد الرئيس رجب طيب أردوغان تحديدا، الذي كما رأينا جميعا قام بخطوة هامة بالانفتاح على روسيا، وأيضا تبعه ذلك مجيء إيران وما شاهدناه من حراك وتحركات سياسية.
نعم. ربما تأتي في إطار التعبير عن حسن النوايا، لكنها ليست خطوات سياسية بالتحديد. يعني السيد بن علي يلدرم ليس هو المسؤول الأول في ملف السياسة الخارجية. كما ذكرت، الرئيس رجب طيب أردوغان هو بنفسه الذي يدير التحركات الاستراتيجية الكبرى والسياسة الخارجية. ولكن متطلبات التحولات الجديدة سيد محمود عثمان والتحالفات التي تبدو أن تركيا تقيمها حاليا، ألا تفرض عليها مثل هذا التغير في سياستها أو في توجهاتها تجاه سوريا تحديدا؟ لا شك إن أي تحول أو أي تحول في السياسة، أنا لا أعتبر ما حدث في تركيا هو انعطاف أو تحول جذري في توجهات السياسة. العملية السياسية عملية ديناميكية متحركة، وأيضا علينا أن لا ننسى بأن المنطقة تعيش حالة حرب، والمتغيرات الحروب لا تشبه المتغيرات في وقت السلم. هناك حالات، في حالة الحرب هناك تطورات متسارعة وكبيرة، وعلى القيادات السياسية أن تتعامل مع المستجدات بديناميكية وبحركة وبسرعة في الحركة، وبالتالي اقتضى التغيير الإداري الذي حدث في تركيا. لو كان يعني التركيبة الإدارية في تركيا يعني كما كانت من قبل، فعلا لواجهت تركيا عقبات ومشاكل كبيرة في تحركاتها الاستراتيجية. هناك الآن مرونة كبيرة، هناك تبادل في الأدوار بين مؤسسة الرئاسة وبين ربما رئاسة. نعم سيد محمود، يبدو فقدنا سيد محمود عثمان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اسطنبول. على كل حال أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. سيد أمجد ناصر، إذن هناك مرونة كبيرة في التوجهات أو في السياسة التركية، ولكن إلى أي حد يمكن أن تصل السياسة التركية في هذه المرونة؟ يعني أنا بصراحة لا أتفق مع الزميلين في موضوع عدم وجود استدارة في الموقف التركي. هناك استدارة وترقى إلى درجة ربما 180. علينا أن نعود فقط إلى الخطابات والواقع السياسي التركي وعلاقاته مع المعارضة، ومن ثم الوضع في سوريا بالأربع سنوات الماضية وصولا إلى هذه اللحظة. يعني نحن هذا الموقف تدرج ووصل إلى حد التحذير واعتبار كثير من الخطى والمناطق هي خط أحمر، وهناك دعم يعني كان قوي للمعارضة السورية على مستوى السلاح وعلى مستوى التدريب، فتح الحدود، الوصول سياسيا إلى لحظة عدم القبول بالأسد نهائيا، والمطالبة والعمل، وليس فقط المطالبة والعمل على إسقاطه على أرض الواقع، إلى وصولا الآن وثم الصدام مع روسيا وإسقاط طائرة لها، شبه شبه القطيعة مع إيران، ومع الصدام مع جماعاتها في أيضا في العراق، إلى العكس من ذلك تماما، المصالحة مع تركيا، المصالحة مع إسرائيل كمان، مع روسيا، يعني دعنا مع روسيا عفوا، ومع إسرائيل وهي على البيعة أيضا، لأنه ضمن هي من ضمن الاستدارة، من ضمن إعادة الحقيقة، قراءة المشهد إذا أردنا أن نأخذ يعني كلام الأخ زياد هون، قراءة المشهد، قراءة المشهد هو موضع جديد، أنت تقرأ وتعيد موضعت موقفك على ضوء المتغيرات في هذا المشهد. إذا العودة العلاق يعني عودة العلاقات مع إسرائيل ليس أمرا يعني عارضا وليس بعيدا عما يجري، استعادة العلاقات مع روسيا ودفعها باتجاهات ليس فقط اقتصادية وسياحية وما شابه ذلك، ولكن المستوى التنسيق السياسي والأمني فيما يخص الموضوع السوري تحديدا، ثم أيضا العلاقة التي بدت يعني دبت بها الحياة على مستوى مفاجئ وقوي بينها وبين إيران. وبطبيعة الحال هناك
تقاطعات فيما يتعلق بإيران، قد لا يكون الأمر نفسه فيما يتعلق بعلاقتها بتركيا مثلا في بروسيا. يعني تركيا وإيران ربما التقاطع بينهما قد يكون على الموقف من وحدة الأراضي السورية وعدم قيام عدم السماح بقيام كانتون كردي. هذا أمر لا تقبله، قد تقبله روسيا لأنها ليست معنية كثيرا بالأمر، ولكن لا يمكن أن تقبله إيران لأنها معنية بالأمر ولديها أيضا قضيتها الكردية. إذن هذه الخطوط، هذه الاستدارات، هذه يعني إعادة قراءة هذا المشهد والتموضع مرة أخرى داخله، يعني هذه ليست يعني مجرد فقط يعني إعادة تفسير لما يجري، ولا وإنما العمل على أساس هذا التفسير أيضا. نعم. دكتور أديب زيادة، إذن إعادة تموضع، تغيير في التوجهات السياسية، ما هي حدود هذا التغيير وممكناته أيضا؟ عندما تجرب خيارا وتصل إلى حائط مسدود في هذا الخيار، ليس لك إلا أن تعيد قراءة المقاربة، وإن لم تقم بهذا الفعل أصلا تكون يعني تكون ناقص في قدراتك السياسية والدبلوماسية والإدارية وغيره. يعني فكيف ينتظر من حكومة تركية أو من دولة تركية التي راهنت على خيار أن تقف وحيدة في الميدان، تدعم بغض النظر عن شو الموقف المحيط حول تركيا. لا، هو الآن نحن نتحدث عن استدارة بالكامل، وأنا أؤكد على المسألة هاي، ولا نتحدث عن انقلاب في السياسة التركية. سيبقى ثابتا في السياسة التركية زوال الأسد وذهاب الأسد وبناء نظام قائم على أسس مختلفة عما هو حاليا على الأمر في سوريا، لكننا نتحدث عن مقاربة مختلفة وهي محاولة لترميم القوة الناعمة التركية، وهي أهم من القوة الخشنة التركية. القوة الخشنة التركية كانت محيدة على طول، يعني طيلة الفترة السابقة في الأساس كانت القوة العسكرية التركية محيدة، لم تتدخل مباشرة، ربما تدخلت بشكل غير مباشر عبر السماح بتدريب ربما بعض قوى المعارضة وتمليكها بعض أنواع السلاح بين قوسين التقليدي، حتى مش الاستراتيجي، السلاح التقليدي. لذلك نحن نتحدث عن محاولة إعادة بلورة للمقاربة التركية تجاه المسألة السورية، لكن على أي أسس؟ هل هي أسس منقلبة عن الأسس التي كانت عليها حتى اللحظة، أم أنها محاولة لاختلاق شيء ربما ننفذ من خلال نحو الحل؟ هي هذه قراءة تركية للمسألة، هي محاولة إعادة ترميم القوة الدبلوماسية التي فقدتها، وهي مهمة. عندما نتحدث عن حل سياسي والكل متفق يبدو في المحيط، مدام العالم رفع يديه في مسألة مكاسرة النظام عسكريا، مدام الإقليم ليس مستعدا على الخوض في مغامرة عسكرية للقضاء على الأسد ونظامه، نحن نتحدث عن حل سياسي والكل متفق. حتى المعارضة السياسية السورية عندما ذهبت إلى جنيف هي مقرة من حيث المبدأ أن الحل سيكون سياسيا وليس عسكريا في ظل توازنات القوى التي أصبحت على الأرض قوية جدا. لذلك أن تمتلك القوة الناعمة مجددا تركيا وتحاول أن تعيد بث الروح في دبلوماسيتها وعلاقاتها الدبلوماسية من خلال بناء جسور مع إيران التي هي عامل مهم في المعركة في سوريا، ومع روسيا التي هي عامل مهم جدا في المعركة مع سوريا. لكن أنا أقول في المسألة هي تحديدا أن على تركيا في أثناء بنائها للجسور ألا تخرب جسورا أخرى، وهذا مهم جدا في بناء المقاربة وفي ترميم القوى الناعمة. عليها ألا تتخلى، وربما يستشم احيانا من بعض ما يصدر هنا وهناك في المشهد التركي ان هناك محاوله لبعث رسائل سلبيه تجاه جسور اخرى. انا اقول ان القوه الدبلوماسيه مهمه مع كل الاطراف، ولابد من ترميم هذه القوه، لانه بدون تمليك وامتلاك القوه هذه في يد الاداره التركيه لا اعتقد ان بامكانها ان تلعب دور اقوى مما لعبته في السابق. نعم، أشكركما جزيلا ضيفي العزيزين، كل من الدكتور أديب زيادة الأكاديمي المختص في السياسة الخارجية الأوروبية، كما أشكر السيد أمجد ناصر الكاتب والصحفي. شكرا لكما على حضوركما، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بخير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.